in control of your own affairs and under your own سياسية أساسية، وهو جزء من المبادئ للاعتراف بدولة بما فيها الإدارة وسيادة الأراضي والإرادة للشعب بموجب القانون الدولي. إنها رسالة لكل الذين يطالبون بالديمقراطية وبالحرية، ونحن نحترم هذه الأمور ونحترم أيضا حقوقكم بهذا الموضوع. في 10 من شهر مايو 143 دولة عضو في الأمم المتحدة صوتوا من أجل الاعتراف بأن الدولة الفلسطينية يمكن أن تكون عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وخطوتنا اليوم التي نتخذها مع النرويج ومع إسبانيا هي اعتراف آخر بشرعية الدولة الفلسطينية، هو دعم مستمر لحل الدولتين، وهو الطريق الوحيد من أجل السلام والأمن لإسرائيل وفلسطين وشعبيهما. نحن قلنا سابقا إن الاعتراف وخطوة اتخذناها كجزء من عملية من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن بعد 3 عقود من اتفاق أوسلو اليوم وأكثر من أي وقت مضى، نحن بعيدون عن التسوية السياسية. وبالفعل قرارنا هذا بالاعتراف بدولة فلسطينية هو الأمر الأصح، وهو قرار اتخذناه، ولا يمكننا أن نتجاهل بأن الفلسطينيين في غزة اليوم يعانون من الكثير من المشاكل والتجويع والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي لا يمكن أن يتحملها أي شخص وأي جهة. كيف يمكن لأي جهة أن تبرر أطفالا ينامون في الليل وهم لا يعرفون إذا سيصحون في اليوم التالي؟ لذلك نحن اليوم نتخذ خطوة سياسية أساسية، وسيكون بالفعل لديها تداعيات، ولكن فلا نتجاهل الحقيقة، وهي أن أطفال إسرائيل، أطفال فلسطين، الأطفال الأبرياء يستحقون السلام. وبالفعل حان الوقت الآن لوقف إطلاق النار ولإطلاق سراح الرهائن وللمساعدات الإنسانية السريعة. لا يجب أن يكون هنالك أي صواريخ تطلق على الإسرائيليين، وعلى المدنيين أيضا أن يحظوا باحترام وبحماية بموجب القانون الدولي، لأن العنف ودائرة الكراهية لا مكان لها، فالسلام هو الطريق الأفضل. لذلك الفلسطينيون يستحقون مستقبلا فيه نجاح بدون معاناة، مستقبل فيه سلام. شعب إسرائيل أيضا يستحق الأمر نفسه. للشعب إسرائيل أقول اليوم أن إيرلندا اليوم عازمة على الاعتراف بحق إسرائيل في العيش بسلام مع جيرانها، وهذا أمر واضح بأننا نحن نندد بهجمات حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، حين قتل مدنيون وحين اتخذ رهائن إسرائيليون في ظروف صعبة جدا بمن فيهم طفل إيرلندي إسرائيلي. نحن نطالب بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيليين، ولكن سأكون واضحا أيضا أن حماس ليست الشعب الفلسطيني. القرار اليوم بالاعتراف بدولة فلسطينية هو من أجل الاعتراف بسلام، لأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد من أجل إنهاء دائرة العنف هذه. اليوم فيما نعترف بدولة فلسطينية أيضا نحن نؤمن بأن الشعب أو بأن الدولة الفلسطينية هذه ستساهم في المزيد من المصالحة والسلام في المنطقة وفي الشرق الأوسط. هذا السلام الذي يتوق إليه الشعوب في منطقة الشرق الأوسط بدون أي عنف ومشاكل. اليوم فيما نتوجه إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مع وزرائنا في الدول الأوروبية، نحن نؤمن بأن الاعتراف بدولتين فلسطينية وإسرائيلية هو الأساس من أجل بناء السلام. لذلك نقول اليوم بأننا نعترف بدولة إسرائيل، نعترف بحق إسرائيل بوجودها في سلام وأمن ضمن حدودها، كما أننا نعترف أيضا بدولة فلسطينية
وبوجودها وحقوقها أيضا ضمن حدود واضحة. وهذا الأمر يرسل رسالة بأن هنالك بالفعل بديل لحماس. حماس ليس لديها أي شيء لتقدم سوى العنف والمعاناة للفلسطينيين وللإسرائيليين. ليس هنالك أي مستقبل أيضا في الصهيونية بالفعل في الشرق الأوسط، في عفوا في الضفة الغربية. أود هنا أن أشكر أيضا النرويج وإسبانيا على دعمهم وعلى مساعدتهم، وأتطلع للاستمرار في العمل معهما في هذا الهدف المشترك من أجل تقديم السلام والازدهار لإسرائيل ولفلسطين في الشرق الأوسط. نحن سنقف دوما مع من يريد سلاما ومسارا نحو السلام. هذا بالفعل ما هو عليه قرار اليوم، ونحن نأمل بالفعل ونشجع أو نأمل بأن يشجع هذا القرار الشعب الفلسطيني. نحن نعترف بكم وسنستمر بالعمل من أجل أطفالكم وأحفادكم لكي يستحقوا المستقبل ويعيشوا بمستقبل فيه سلام، ولكي يعيش يوما الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بسلام وأمن. القرار البارحة للحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطينية سيدخل حيز التنفيذ في 28 من شهر مايو، وهذا هو قرار مهم لإيرلندا مبني على مواقفنا الواضحة بأنه ليس هنالك أي سلام في لإسرائيل وفلسطين بدون. وننتقل معكم الآن من دبلن بأيرلندا، ننتقل إلى إسبانيا وكلمة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. مبادئنا لأن الحرية لا تتوقف على لون البشرة ولا الدين. نحن ندافع على نفس الموقف في أوكرانيا كما في فلسطين. وكذلك لأن ما نسميه الجنوب، سياسة الجنوب الكامل حتى نكون جزءا من عملية الأمن والاستقرار في هذه الضفة البحر الأبيض المتوسط. السيدات والسادة، سنعترف بالدولة الفلسطينية لأنه الأمر الصواب حتى تكون ضفة البحر المتوسط أكثر أمن واستقرارا. بعد شرح لقد شرحت هذه الأسباب، كذلك للأمين العام المتحدة ولرئيس المفوض الأوروبية، واليوم أعلنت أمامكم وأمام الشعب الفلسطيني أسباب الاعتراف الرسمي يوم 28 من مايو بالدولة الفلسطينية، وذلك بعد سلسلة كاملة من المحادثات في الأسابيع الأخيرة. ويسعدني بأن أقول بأن هذا الجهد أعطى ثماره، وأن دول أوروبية أخرى سترافقنا في الأسبوع القادم في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. سننضم إلى أكثر من 140 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، التي صوتت قبل 12 يوما لدخول الدولة الفلسطينية كعضو كامل للجميع العام المتحدة. ونأمل بأن هذا الاعتراف يساهم في إلهام الدول الغربية أخرى لنهج نفس الطريق، حتى يكون لدينا أكثر قوة لوقف إطلاق النار، وكذلك لتحرير المحتجزين بين أيدي حماس، وكذلك لإطلاق التفاوض من أجل حال الدولتين. نحن لن نرمي المنديل، سنواصل العمل، والاعتراف ليس الخطوة الأخيرة بل هي الخطوة الأولى، وسنواصل الضغط على المجتمع الدولي، وسنواصل مساندة الفلسطينيين بكل قوانا. وفي هذا الاتجاه أريد أن أعلن
مثلما تفضلت وزيرة الصحة قبل قليل، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع استجابة الاتحاد الأوروبي، إسبانيا ستحتضن 30 طفلا يعانون من السرطان ومن الصدمات العنيفة لاحتضانهم في مستشفيات إسبانيا، وحتى نقدم لهم ما يستحق كل طفل من عناية، ولدوا أين ولد ولكن لديهم الحق في الصحة والأمل. أريد أن أوضح أمرا ما، هذا الاعتراف ليس ضد أي طرف، ليس ضد شعب إسرائيل، شعب نحترمه ونقدره، وهذا الاعتراف كذلك نرجو أن يكون موازيا من قبل الدول العربية بدولة إسرائيل. نحن نقدر الشعب اليهودي وهو جزء من ثقافة تاريخنا، وهو كذلك ليس في صالح حماس مثل ما يدعي نتنياهو وحزبه، بل وهو الذي يحاول القيام بالاستغلال السياسي للحفاظ على مركزه، بينما نحن ندافع عن قضية شرعية. كل من يعرف هذه المسألة يعلم بأن منظمة الإرهابية حماس هي العنصر الأول الذي يرفض حل الدولتين، والذي يدعو إلى تدمير إسرائيل وتدمير السلطة الفلسطينية. من أجل ذلك أؤكد بأن هذا الاعتراف ليس موجه ضد أي طرف، بل هو من أجل التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، وهو حل الدولتين، وكذلك هو من صالح القانون الدولي حتى لا يكون قانون الغاب، وذلك من أجل السلام والعدالة والانسجام. بالإمكان، قد يرى بعض الساسة الإسرائيليون عكس ذلك، ونحن ندرك ذلك، وأريد القول بأننا استعددنا لتحمل هذه المسؤولية، لأننا نعتقد بأن مسار الدبلوماسية لا يقتضي عدم إزعاج البعض، بل الدفاع على القيم والمبادئ والمصالح بطريقة سلمية، وذلك ما نقوم به اليوم. في غضون بضعة الوقت، عندما تسكت المدافع وعندما يتوقف اطلاق النار، وعندما يرى المجتمع الدولي بكل وضوح ما يحصل في غزة منذ 7 أكتوبر، سندرك جيدا بأننا كان علينا أن ندرك الأمر بأننا نعيش صفحة حالكة من تاريخ الإنسانية، وبإمكان الإسبانيين أن يقولون مرفوعي الرأس بأنهم كانوا من الجانب الصحيح للتاريخ. السيدات والسادة، منذ 1.5 شهر وعدتم بسياسة خارجية متسقة مع مبادئنا للتصدي للتحديات التي تطال وتطال الدول الأوروبية، وأننا لن نتوانى في مجابهة هذه التحديات مع شركائنا الأوروبيين. البعض لا يؤمن بهذه السياسة الخارجية، ورأينا ذلك، وقيل لنا بأن على إسبانيا انتهاج الحياد، وأن لا تواجه دول ثقيلة الوزن، وكأنهم يقولون بأن إسبانيا لا تستحق القيادة الدولية، وأن دولتنا لا يمكنها أن تؤثر. نحن القوى الاقتصادية الرابعة في أوروبا،
وإسبانيا كانت دائما بأحزاب متقدمة ومشاركة في مدريد 1991 في الاتفاقيات التي تلت أوسلو. كذلك رئيس الوزراء زاباتيرو كان مبادرا في العديد من المبادرات من أجل تطوير البحر المتوسط، وخاصة أيها السيدات والسادة، إسبانيا يجب أن يكون لديها سياسة خارجية طموحة مما يعكس مبادئنا ومصالحنا التي تتجاوز المستعمرات القديمة. إسبانيا هي إحدى 20 اقتصادا المقدر، ونحن نستقبل أكثر من 25 مليون سائح، ومنذ 2008 تطورت ونمت مؤسساتنا الصناعية، وكذلك تطورت رفاهية العيش للمواطنين الإسبانيين، وذلك يتوقف كذلك على الاقتصاد الخارجي. نحن نعيش في عالم متصل. تذكروا ما حصل في جائحة كوفيد-19، بغض النظر عن ما يحصل في الساحل والكاريب وفي فلسطين وأوكرانيا وغيرها، نحن كذلك ندافع عن مواطن الشغل وعن رفاهية مواطنينا. تلك هي رؤية الحكومة، تلك هي سياستنا، وتجاهها ما يوجد. أكرر مرة أخرى، يوجد العدم، يوجد حزب اليمين الذي يطالب بالعزلة عن أوروبا وبمهاجمة الأمم المتحدة، يمين بدون مشاريع، بدون اقتراحات، وحزب شعبي يريد أن يقودنا إلى حرب داخلية بين الإسبانيين. معارضة، وعلي أن أقول ذلك بكل وضوح، معارضة تتجه في كل يوم أكثر إلى اليمين المتطرف، وتنكر النتائج الاقتصادية ويضايقها تحسين تصنيف إسبانيا على مستوى الاقتصاد العالمي. يريدون تسميم علاقتنا مع المغرب العربي، وكذلك يقوضون صورتنا أمام المجتمع الدولي، وكذلك يعترضون على سياساتنا، سياسة الطاقة، ويطالبون الاتحاد الأوروبي بتأخير السندات بخصوص الإصلاحات الاجتماعية ونظام التقاعد. يمين متطرف راديكيلي أكثر فأكثر، وهنالك أسئلة في ما يخص منظمة إيتا الباسكية بعد 10 سنوات بالقضاء على هذه المنظمة. المعارضة لا تزال تتحدث عن إيتا، وكذلك تتطرف في موقفها. huérfana de ideas, de argumentos, a la que solo le queda una estrategia para llegar al poder. Lo intentaron el pasado 23 de julio y ahora vuelven a la cara. Lo que he denominado la máquina del fango. Esa estrategia, señorías, no es nueva. Ya la utilizaron antes contra otros líderes progresistas, pero ahora cuentan con nuevos instrumentos digitales que evidentemente son mucho más poderosos. Su mecanismo es sencillo, consiste en financiar a pseudomedios digitales de comunicación para que publiquen bulos y ينمون يتطورون بالجوع، ونحن قادرون على صنع الفارق. واعتقد
أن على المجتمع الدولي أن يفرق بين الأعمال الإرهابية وكذلك هؤلاء الأبرياء الذين يعانون من الحصار والعزلة منذ عقود. لذلك أردنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من مسار حل الدولتين، وانضم إلى ذلك في هذا القرار كذلك النرويج وإسبانيا، وستنضم دول أخرى. ونحن نعتقد أنه حان الوقت أن نتخذ قراراتنا في اتجاه حل الدولتين. إن قرار اليوم هو كذلك في مصلحة الدولتين، وأن سياسة الحكومة الإسرائيلية تتجه في الاتجاه المعاكس. وقد تحدثت مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي رحب بهذا القرار، وعدناه بتقديم كل المساندة في قرارات الإصلاحات المؤسسات للسلطة الفلسطينية وفي الأجندة الطموحة المتعلقة بالأيام والأسابيع المقبلة. وكذلك العاهل الأردني رحب بهذه الخطوة، إضافة كذلك إلى مجموعة الاتصال العربية التي تقوم بكل الجهود لإحياء المباحثات بين الدولتين من أجل سلام دائم. نحن نقول بأن التنديد وحده لا يكفي، يجب الوصول إلى حل سياسي، وعليك أن تقول في الوقت المناسب بأنه يجب وقف معاناة غزة. ما حصل في 7 أكتوبر هو مروع، ولكن ما حصل في شمال غزة وما يحصل في رفح لا يوجد أي تبرير له، ولا يمكن أن تبقى ساكنا وأن تتجاهل هذه الحقيقة. لذلك مثلما قلنا بعد هذه العقود، نقول بأنه حان الوقت للاعتراف بالحق الفلسطيني. هل هنالك أي مباعث قلق بخصوص ردة فعل الحكومة الإسرائيلية؟ هل تعتقدون أن ذلك سيغير من الوضع في غزة؟ ليس هنالك وقت خاطئ للقيام بالشيء الصواب. وإيرلندا منذ سنوات كانت تنادي من أجل سلام ومن أجل تسوية عادلة من أجل الأطفال الفلسطينيين والأطفال الإسرائيليين، وكان ذلك موقفنا منذ عقود، وهي الطريقة لحمل السلام إلى الشرق الأوسط. وكذلك نحن نسق مع النرويج وإسبانيا التي لديها تاريخ طويل في عملية السلام، وأن كذلك نحث صانعي السلام في فلسطين وفي إسرائيل أن تسلك هذا المسار. هنالك شعب يستحق، الشعبان يستحقان العيش في سلام، نحن واضحون. وتعليقي كان واضح لرئيس إسرائيل بخصوص أهمية تحرير الرهائن المحتجزين وكذلك إدانة الإرهاب، وقلنا بأننا نندد بأعمال حماس كمنظمة إرهابية. السؤال غير مسموع.